بسم الله الرحمن الرحيم. من جانجير دخاني ابن متولد بستودو عشت شخصو بانج بتاريخ بصحفة سيح شهر هجدتي شو دم كان النج بإتعام محاربي تو دليل على الانقلاب الاسلامي بحكم الاعدام محكوم شدم و تدريب مدة 4 سال شكنجاية روحي وجسمي زيادي ايدم الان هم اكون لهم ترزينا نقضي الحصار استم ما ده نفرو أولا نين زندان شش نفرو إعدام كلن الآن هم شار نفر بيقول هست إنجا هستيم هذا همي مسلمان والسالمان هاي حقوق بشري خايش منهم كي أروند هرواندر وكي يجيلي هنا كي إن شار نفرم بيقول إعدام نشر.